আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাত। আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ মেহরবানি ও দয়ায় আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন। প্রিয় দর্শক, তো আজকের ভিডিওটি হইল খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও ইনশাআল্লাহ। আজকের ভিডিওটি যদি আপনারা দেখে নেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আসরের ফরজ নামাজ কীভাবে পড়তে হয় অবশ্যই পড়তে পারবেন এবং জানতে পারবেন। আসরের ফরজ নামাজ কত রাকাত এবং কীভাবে নিয়ত করতে হয়, নামাজ কীভাবে শুরু করতে হয় সম্পূর্ণ আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব। তো ভিডিওটি অবশ্যই একটি লাইক করে দেবেন, আমার এই চ্যানেলটি তো নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ইনশাআল্লাহ। তো আসরের নামাজ আমরা কী করব, প্রথমে আমরা জেনে নিব যে আসরের নামাজ হলো 8 রাকাত। তার মধ্যে থেকে প্রথমে 4 রাকাত সুন্নতে গায়ের মোয়াক্কেদ আদায় করতে হয়, তারপর 4 রাকাত ফরজ নামাজ আদায় করতে হয়। তো এই 4 রাকাত ফরজ নামাজ যে আদায় করতে হয়, সেই 4 রাকাত ফরজ নামাজ আজকের এই ভিডিওটিতে আপনাদেরকে দেখাবার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তো ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবেন আসরের ফরজ নামাজ কীভাবে পড়তে হয়। তো ইনশাআল্লাহ আমরা আসরের নামাজ ফরজ নামাজ কীভাবে পড়তে হয় আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিব। তো নামাজের নিয়ত আমরা এইভাবে করব, নওয়াইতু আন উসাল্লি লিল্লাহি তাআলা 4 রাকাত সালাতিল আসর ফরযুল্লাহি তাআলা মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতি আল্লাহু আকবার। বাংলায় আমরা এইভাবে নিয়ত করতে পারবো যে আমি 4 রাকাত আসরের ফরজ নামাজ আদায় করছি কিবলামুখী হয়ে, আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা ভিডিওটি অবশ্যই দেখে নিই। আল্লাহু আকবার। سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى আল্লাহু আকবার বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর রহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سميع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى.
الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى, سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله, السلام عليكم ورحمة الله.